بازم مصدر. صافي هاي بلاتي بلاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على مستوى وادي الفيفيخ تحتمل القنطرة ديال لوتوروت بمدينة المحمدية، عمالة المحمدية، نفوق ديال الأسماك اللي تكلمنا عليها وتحدثنا عليها. اليوم كنلقاو واحد الكارثة أخرى، وهي إلى بعدنا على الشاطئ ديال الصابلات متجهين نحو الغابة تحت من القنطره ديال لوتوروت ديال طريق السيار، كتواجد واحد الكميه هائله من الاسماك النافقه واللي عطات رائحه كريهه كيصعب التنفس فيها. حنا واقفين هنا واحد الشكل يعني كيصعب التنفس فيه. للاسف شديد هاد الناس هادو القائمين على هاد الوضع هذا ولا على هاد المسائل هادي، حيلا كيديروا ديك الحلول الترقيعيه كنحيدوا الخطر او التلوث من جهه وكنلوحوه في جهه اخرى. هذا كيشكل خطر كبير على الساكنه، خاصه وان هذه البلاصه هذه راها بالقرب من واحد الوحده سكنيه اللي الكل كيعرفها، نواحي مرجان مدينه المحمديه. يعني هذا كيشكل خطورة على الساكنة ديال مدينة المحمدية. كما كتلاحظوا معايا هذا واد الفيفيخ اتجاه ديالو اتجاه الصابلات، شاطئ الصابلات هنا، وكأنه سد من الأسماك النافقة. ما نقدرش نقرب أكثر لان الرائحه كريهه جدا. كما كتشوفوا معايا جفاف ديال المياه مع تواجد هاد الاسماك اللي صراحه مساله خطيره انها تبقى هنا في هاد البلاصه هادي مع هاد الحراره مع قله وندره المياه في واد الفيفيخ. كما كتشوفوا الصورة غنية عن كل تعريف، الصورة كتوضح كل ما هو يجب توضيحه والإشارة إليه بمجهودات مبذولة وبشكاية من المواطنين. جينا لهذه الباصة هذه ما كناش عارفينها، الأمانة والصدق كنا كنسجلوه في المنطقة اللي حدا شاطئ الصابلات. إذا بعض الساكنة أو لبعض الزوار ديال مدينة المحمدية كيقول لك أودي طلعوا جهة القنطرة ديال لوتوروت، غادي تلقاو جميع الأسماك النافقة اللي كانت هنا واقيلا راه داوها اللي حنا كنستبعدوا هاد الفرضية كنستبعدوها، لكن بحكم أننا شفنا هاد الأسماك النافقة هنا نقدروا نقولوا ربما هذاك الشيء اللي كان تما جابوه لاحوه هنا. ربما لان حتى التيار ديال المياه باش غيجيبو من لهنا، العكس الماء كيجي من الواد لجهه البحر ماشي كيجي من جهه البحر لجهه القنطره. واش فعلا هاد الناس هادو هزوا هاد الحوت هذا لهنا اولا الحوت بقى كيعوم توصل لهنا؟ المسائل هادي خصها محللين باش نوصلوا للحل النهائي والناجع لهاد الحاله اللي كتشوفوا قدامكم. حاولوا نقربوا شويه واحد الصوره حتى في هذه البلاصه هذه بحال شي جزيره حتى هي راه عامره بالاسماك النافقه والرائحه كريهه. راني كنحاول انني نتنفس بواحد الطريقه، يعني صعيب عليا انني نتنفس، لكن كل شيء هون من اجل ايصال المعلومة والحقيقة ونداء كذلك للجهات المسؤولة على عمالة المحمدية وعمالة بن سليمان، فهي شيء مشترك هنا مادام أننا كنتواجدوا في الضفاف ديال نهر واد الفيفيخ.
جهه تابعه لبنزليمان وجهه تابعه للمحمديه. هنا تضافر الجهود من اجل منع كارثه بيئيه. ما احنا راه باقي لحد الساعه كنقولوا لاننا ما وصلناش لما يسمى بكارثه بيئيه، لكن ممكن اننا نوصلوها. الرائحه كريهه استسمح، والمنظر اكره، وكانه سد من الاسماك النافقه. الصوره غنيه عن كل تاريخ.